وإخوة ضيوفا زائرين، مرحبا بنابلس بمخيماتها بريفها بضيوفها، أهلا بالوافدين الزوار، تحية لكم يا أهل الحب يا أهل الوفاء يا أهل الترحاب. مرحبا بمبادرة يلا على نابلس التي يقوم عليها نخبة من التجار، معهم كل المؤسسات هذه المحافظة، كل جمعيات هذه المحافظة، رجال أعمالها، أجهزتها الأمنية، محافظها، محافظتها. مرحبا بجهاز الشرطة اللي سبق المبادرة تواجدا هنا على ميدان الشهداء تنظيما وترتيبا وحفظا للمرور والأمن والأمان. أهلا بكم جميعا يا كرام، مرحبا بالزائرين بالوافدين من الداخل المحتل، أهلنا أحبتنا عزوتنا، مرحبا بالسند، أهلا بظهرنا يا كرام. هذا يوم جميل من أيام نابلس، من أيام ريفها، من أيام مخيماتها، نستقبل فيها ذوينا وأهلنا وأحبتنا. مرحبا بهم باصا تلو باص، وزائرا تلو زائر، وضيفا تلو ضيف، هنا على أرض نابلس، نابلس الشهداء، نابلس الصمود التي رفعت تجارها شعار بالمال ولا بالعيال حين كانت الحالة الوطنية وما زالت، فدوا بصدورهم رجال هذا الوطن. مرحبا بكم جميعا، واليوم يومكم والحفل حفلكم. اليوم عندنا 12 باص، بكره عندنا باصين، بعد يوم الثلاثاء عندنا 6 باصات باذن الله. سننعش الحركه الاقتصاديه في مدينه نابلس، وسنعيد لنابلس هيبتها وكرامتها كما كانت وستبقى باذن الله. الخطه احكي لنا اياها بشكل اوضح، بس عندي صوتك سيدي. الخطه واضحه، هي مجموعه من التجار مع المؤسسات اتبنت فكره لحد تسويق نابلس بعد الحصار الزلزالي اللي كان على نابلس، والحمد لله بدأنا بنجاح في هذه الخطة بإذن الله.